صبي بنت اكثر كمان بسمعوا انا عم بمشي صبي او بنت. 8 مليون ناس يشوفوني مثل بنت ما بيريل انه انا صبي. بمشي وحدا بينط وراي وينزل لي بنطلون ها عم بلبس بوكسر ويروح. سو هون الاوقات كانوا يزعجوني شوي لانه ما كنت افهم ليش. بلشت تبكي، كان في questioning براسها كيف ليش. Her religion ما وقفتها تفهم شيء هي ما بتفهمه أو تتقبل شيء هي ما بتفهمه. يعني وقت اوقات بتقلي ما روح على ان ايفنت اوف ال جي بي تي، ما بتقلي اياها لانه ما بدها ياني اكون هنيك، بتقلي لانه ميبي هلا بيطبوا ناس عليك. حلم بتشتغلي كثير على توعية المجتمع اللبناني ككل، وخصوصا بما يتعلق مش بالخرافات، بالحقائق عن مجتمع الميمعين. ما حدا بيوعى وبيقرر اليوم انا شخص مثلي او انا لا، وعلى اساس بدنا نكتشف طريقه نعيش كلياتنا سوا بهيدا المجتمع. ما فينا نضلنا نلغي بعض اول ما نشوف حدا مش عاجبنا انتماءاته او هويته او شكله او كيف بيفكر. أنا عايز بس إنه اللبنانيين التانيين يتقبلوني، بدي أعيش هون، ما بدي أهرب بقى. أنا هيك قررت حأوقف وحعيش شو ما يكون البلد، ما حخلي حدا يوقفني.